سيدي أنش خليل موجودة معنا اليوم، عضوة هيئة إدارية ومسؤولة عن النشاطات السقفية بأميكال أوديما الألبا، المهندسة ليليان جامو المعلولة مسؤولة عن العلاقات العامة إذن بهالأميكال، معرض إكسبو دو كور بنحكي عنه اليوم، بعده موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيكم. هاي. أول شيء خبرونا عن الأميكال، إمتى تأسست الأميكال للألبا؟ الأميكال تأسست 1957 وكان هدفها الرئيسي نخلي إسبري القلبة يلي هو جو عائلي عطول، إنه نضلنا على تواصل مع القدامى والقدامى يضلون على تواصل مع التلاميذ الجداد ومع الإدارة. هذا الهدف من الأميكال بالأساس. اليوم هالأهداف عم تكون موجودة ومحققة واستمريتوا فيها كل هالوقت اللي قبلكم وأنتوا اللي بعدكم؟ أول شيء هاي بدي أقول لك إنه نحن حتى بظل الظروف الصعبة اللي قطعنا فيها، يعني وقت اللي كان فيه الكورونا والأزمة الاقتصادية، عمل الأميكال ما توقف، والدليل إنه بأول فرصة كنا تقريباً مجهزين لنبادر بالمعرض اللي قمنا فيه نهار الجمعة وسبت وأحد وتنين، وكان معرض ناجح، وهدفنا هو تحقيق أول شيء الدعم المعنوي والمادي لطلاب جامعة القلبة. إكسبو دو كور خبرينا عنه أنجو، وكيف يعني اجت هالفكرة، وهل هيدا هو معرض دايما تعمله أو معرض جديد؟ عادة بالأميكال عطول بنعمل معارض، بس هدفها كان الأساسي ثقافي. هالسنة تميز المعرض إنه كان هدفه ثقافي، أكيد القلبة عطول تنشر رسالتها نشر الثقافي بالمجتمع، بس هالسنة كان كمان هدفه الثاني إنه دعم الفنان، دعم الفنان، والفنان واقف معنا أكيد كل الفنانين القدامى لندعم التلاميذ تيضلن عم بكفوا علمهم، لأن كمان الظروف اليوم الاقتصادية كتير صعبة، وهدف القلبة كمان إنه تنشر العلم كمان مثل الثقافة. قلتي لي إنه كان ناجح هالمعرض، خبرينا عن أجواءه وليش بنظرك ناجح؟ بنظري كان ناجح أول شيء بالنسبة لعدد الحضور، كان بكل الأيام يعني من نهار الجمعة وسبت وأحد وحتى لآخر نهار ضل في حضور. والشغلة النقطة الثانية المهمة هو طلب المشاركين خاصة يلي من برات لبنان يلي مهتمين، قصدي إنه نعمل بلاتفورم ونحط هاللوحات يكونوا موجودين افتراضياً، يصير في معرض افتراضي يقدروا كمان الطلاب قدامى القلبة وأصدقاء القلبة يقدروا يشاركوا بهيدا المعرض مطرح ما هن موجودين. كم مشترك في بالمعرض؟ في 70 مشترك، 70 فنان وفنانة، في كلهم من قدامى القلبة؟ كله قدامى القلبة، في قليل نسبة قليلة هن حبوا يشاركوا معنا ويشجعوا تلاميذ مشان التلاميذ. في عنا كذا نوع فن، في اللوحة كانت موجودة بكثرة، وفي سكولتور، كان في تابيسري، كان في سيراميك، والعالم كثير كثير حبت، كان الجو كثير حلو وحبوا الاعمال يلي عرضناهم. كمان كان في فوتوغرافي مثل هي وهي كمان، فاذا انواع متعدده من الفنون وبنفس الوقت كمان لا عم تقولي 70 فنان، عدد كثير كبير. كان في يعني موضوع معين مطلوب، جو معين مطلوب للوحات اللي بدها تنعرض او الاعمال الفنيه اللي بدها تنعرض؟ نحن ما طلبنا ابدا ولا تيم ولا قياس معين، نحن بس دعينا الفنانين انه يشاركوا لدعم التلاميذ. كان هيدا اول هدف، هيدا هو هيك كانت الدعوه، كل واحد عزوه على مستوى عالي الهيئات. لبت وين كان المعرض؟ المعرض صار بالاكاديميه اللبنانيه للفنون الجميله بالدكويني، وهون بحب اقول المعرض اسمه اكسبو دو كور. نحن طلبنا انه نحن عرضنا الفكره انه اسمها اكسبو دو كور، في فنانين حتى اكثر من هيك قدموا كل اعمالهم للاميكال حتى الاميكال تتصرف في هيدي الاعمال ويكون يعود ريعه لصندوق الاميكال يلي بيدعم كل التلاميذ يلي هن بحاجه. يعني الرساله تبعنا شوي اليوم بهالظروف اللي عم نقطع فيها صعبه، بنعرف انه الجامعه يمكن تهتم اكثر بالاساتذه بالمستوى الاقتصادي لتضل الجامعه واقفه على اجريها،
بس في تلاميذ ما حدا بفكر فيهم، اكيد في اوقات بينعطى منح وحسب العلامات وحسب اداء التلميذ، بس في اوقات في تلاميذ عن جد بحاجه انه يكون بدهم دعم مادي. كرمال هيك نوجد هيدا الايفينمون حتى يخلق هيدا الدعم. كان في يعني ناس وبعد في ناس بيهتموا بانه يشتروا لوحات او اعمال فنيه بهيدا الظرف؟ يعني عن جد تفاجئنا اكثر مما بتتصور، كثير حبوا في اشتروا، كثير حبوا الاعمال اول شيء، وكانوا كمان جايين بهدف انه يساعدوا. بتعرفي عم تعملي شغلتين نفس الوقت، يعني اولا عم تشتري لوحه قيمتها فنيه، المشاركين كانوا فنانين اثبتوا نفسهم بالحقل الفني، بقى انت من ناحيه عم تشتري لوحه فنيه، في كثير مهندسين بدهم يفرشوا بيوت اشتروا لوحات واستفادوا منهم للبروجيات تبعهم، وفي كثير ناس لا هن متمولين وبحاجه ليعملوا عمل خير بهيدي الظروف الصعبه، بقى كمان اشتروا من ميلي بيكون عم تشتري لوحه، ومن ميلي ثانيه بتكوني عم تدعمي تلميذ بكاريرته. اشكى فنانه تشكيليه قد ايه مهم المعرض كمان بهيدي الظروف ليضل الفنان قادر يستمر معنويا، مش ضروري بس يعني مش ماديا ضروري. بهالظروف كلنا انحبسنا ببيوتنا، في ناس من ورا ستريس، ناس عم تشتغل، ناس مش عم تشتغل، نحن عطينا حفزناهم انه يشتغلوا ويجوا يعرضوا ونرجع نتلاقى ونتبادل هالثقافة، يعني الناس بس تشوف الفنانين بس يشوفوا أعمال بعضهم بيتشجعوا، وكتير حقيقة كانوا مبسوطين عبروا عن هالشي، لأن بهالظرف إنه كيف رجعنا تلاقينا وعملنا عمل عن جد إيفينمون كتير كبير وثقافة. إلا أنت كمان أستاذة بال، أنا كنت علم بالقلبة وأنا تلميذة إكس مهندسة معمارية بالقلبة. بالنسبة للطلاب قد ايه مهم شيء من هالنوع، انه كمان الجامعة تكون دائما عندها نشاطات، تكون عم تفتخر بانجازات طلابها قد ايه ما هو الجداد، يعني مش بس الطلاب، بالنسبة لكل العاملين بالقلبة بالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، أول شيء نحن كأميكال بنحب نتشكرهم لوقفتهم حدنا، بدي أحكي من حيا الله شخص من كان التلاميذ أو الموظفين لأوصل لرئيس الأميكال مستر فوزي نصر وعميد القلبة الأستاذ أندري بخعازي، بالفعل يعني كلنا ايد واحده اشتغلنا لهذا المشروع للاميكال، وكان بالفعل مشروع ناجح جدا، التلاميذ اكيد انبسطوا لانه على طول عم بتحفزيهم، على طول عم تعطيهم امل. نحن بحاجه بلبنان لهيك ايفنت، مش بس التلاميذ انبسطوا، كل اللي راحوا زيروا بدهم اشتاقوا لانه يتجمعوا مع بعض. ما بعرف انت ما بتحب تكوني اكيد موجودة. اكيد كلنا مشتاقين للقاء، حيالله لقاء بيصير اليوم، بتحس انه الكل بلبوب بعد كل هالفتره مثل ما عم تقولي يلي تزربنا فيها، ان كان كوفيد او مع الازمه يعني الموجوده يلي عم بتخلي الناس كل همهم بس يركزوا على ازماتهم بدل ما يكونوا عم يرجعوا كمان لحياتهم نوعا ما طبيعيه في الحياه مزبوط. الفنيه والثقافيه بالبلد. هون بدي اقول ميرسي عن جد للام تي في لانه استقبلتنا، بتعرفي كمان صعبه بهالظروف الاعلام انه انه يدعم، يعني بنفهم كلنا بالهوا سوا مثل ما بيقولوا، بس انتم عن جد ثانك يو للايف انه نحن موجودين اليوم بيناتكم لننشر هيدي الرساله. اهلا وسهلا فيكم. اليوم يعني كمان قد ايه اهميه انه متابعه الاجيال يلي بتكون مرقت بهالجامعه وين صاروا، لانه مع الوقت كمان هن عم يتغيروا ويتقدموا لقدام. نحن هدفنا بالاميكال نتابع الاجيال، يعني من قديم لهلا للشباب الجان، كل الناس عم يتخرجوا دغري منضمهم للاميكال ومنضلنا نتابعهم على طول، نشوف اعمالهم، نتبادل، هي تبادل ثقافي يعني بين بعضنا. ونحن رح نكفي نعمل اكسبوزيسيون اكيد مش اخر واحد، واكيد اونلاين رح نكفي اليوم، لكن هالاكسبو دي كور متابع انما افتراضيا. هلا افتراضيا اكيد رح يكون عندنا معرض دائم افتراضي لكل حدا برات لبنان عباله يزور ويشوف ويشتري
ويدعم. وراح يكون عندنا بنفس الوقت ب غير انواع معارض مثل معرض مفروشات، معرض اوبجي ديزاين. يعني بتعرفي الاكاديميه بتحتوي على عده اكاديمي، يعني عده اختصاصات. مزبوط. بقى نحن بكل اختصاص راح يكون في حسب السبيشاليتي المعرض تبعه. دايما يعني بنشاط مستمر. عم نشوف كمان بعض اللوحات يلي ان كان بال يعني التقنيات او ان كان بالمواضيع هي مختلفه كليا عن بعضها. كل عارض كان عنده كم لوحه او كم عمل فني او عمل واحد؟ في ناس قدموا عمل كبير او عمل صغير، في ناس قدموا اربعه خمسه. اعطينا الحريه للفنانين انه يعرضوا شو ما بدهم، وكان في ستيل مختلفين، اساليب مختلفه من الابستري للريال. كان في كذا اسلوب. يعني الناس هلا كيف بيقدروا يتابعوا المعرض لكان؟ نحن عندنا بيج انستغرام اسمها اميكال دي زانسيان دو لالبا. بنتمنى انه اول شيء كل قدامى الالبا وغير قدامى الالبا انه يتابعوا هيدي الصفحه حتى يعرفوا شو عم بيصير معنا تطورات. وعلى الفيسبوك كمان عندنا هيدي البيج موجوده اميكال دي زانسيان دو لالبا. وعبر حتى بيقدروا يكونوا الناس عم يشتروا اللوحات الموجوده او العمل اللي بعدها موجوده. الاي شوب رح يكون موجود، هو انستا شوب رح يكون، وعبره بيقدروا يتابعوا كل المعلومات. يعني كل جديد رح يكون عنا اياه رح نخبر عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. السيدة أنج خليل، عضو هيئة إدارية ومسؤولة عن النشاطات الثقافية بأميكال الألبا، أهلا وسهلا فيك. المهندسة ليليان نجام المعلولي مسؤولة عن العلاقات العامة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لوجودكم معنا، يعطيكم ألف عافية. حلو كثير مثل ما كنا عم نقول إنه ما تكون الظروف عم تحكمنا هالقد ونكون نرجع نتابع حياتنا الطبيعية، خاصة الحياة الثقافية والفنية ببيروت يلي هي أساس. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم. وقفة هلا ومنرجع نتابع لايف.